حييكم مشاهدينا ومستمعينا من وين ما كنتوا عم بتشوفونا أو عم تسمعونا دايما عبر هوا صوت لبنان. اليوم بانترفيو رح نحكي عن انطلاقة الموسم الثاني من برنامج شو قولك، ومعنا منسقة مبادرة مناظرة جميلة خضر. أهلا وسهلا فيك. Thank you Patricia. Thank you لأستضافتكم لقلنا الدايمة هون بفدقال، ونوصل صوتنا ونوصل صورة مناظرة وبروغرام شو قولك من هون. يعني أهلا وسهلا فيكم أكيد، أو يلي عم تعملوه حلو كتير وضروري نكون عم نضوي عليه، خاصة أنه يعني المشتركين عم بيكونوا من جيل الشباب يلي هو أملنا بمستقبل أفضل لما بقى نوعى وننام على أخبار بشعة. جميلة، خلينا هيك بالبداية نذكر المستمعين والمشاهدين شو هو برنامج شو قولك. برنامج شو قولك هو برنامج مناظرات بيستضيف من خلاله شباب وصبايا بيتناظروا حول موضوع معين. الموضوع بيكون موضوع الساعة، موضوع بهم الرأي العام، وموضوع بيكون ديبيتبل بالمجتمع. يعني المجتمع منقسم عليه ناس مع ناس ضد، منطرحه على بلاتو شو قولك وبيتم التناظر عليه من خلال شباب وصبايا. أكيد بيكونوا عم يتناظروا based on research، أبحاث، أحصاءات، بيطلعوا بيحكوا حجاجهم، وهن يعني بيكونوا عندهم المصداقية بالمصادر اللي بيكونوا باحثين عليها ومتدربين عليها أكيد خلال الأسبوع اللي قبل يسبق الحلقة. يعني كل أسبوع في حلقة بموضوع مختلف ومنفصل عن الحلقة اللي قبلها. خلينا هيك أنا وياك شوي نرجع نعمل جولة إذا فينا نقول عن على الموسم الأول، كيف كانت ردود الأفعال لحتى رجعته أطلقته وانطلقته هالأسبوع بموسم تاني؟ أكيد موسم الأول كان أكتر من ناجح، يعني كل موضوع كان عم بيجيب فيوز أكتر من الموضوع اللي قبله، كل حلقة عم تنجح أكتر من الحلقة اللي قبلها. هذا اللي عم بخلينا نستمر. نحنا صرنا لهلأ رابع موسم، يعني نحنا كل سنة بنعمل موسمين، صرنا رابع موسم. كان عم بيكون كل موسم أنجح من التاني وفي إقبال من المشاهدين أو من الشباب والصبايا. كمان بيوصلنا كتير رسائل إنه كيف فينا نشارك معكم بالحلقات اللي جاي. نعم، كيف فيهم يشاركوا؟ مازال هلأ فتحت هيدا الحديث، كيف فيهم يشاركوا المشتركين؟ نحنا كل سنة بنفتح مسابقة بنفتحها على our platform على السوشيال ميديا، بيقدموا عليا شباب وصبايا من مختلف لبنان، وأكيد مع تفاوت أعمارهم. في عندك 18 سنة، في 25، في 28، بس المينيموم 18 صح؟ مينيموم 18. بيقدموا عليا. هلأ بيجينا كتير applications. أول سنة إجينا 200 applications، اخترنا منهم 30 شاب وصبية. لما رجعنا فتحنا، أدي كان اختيار صعب؟ كتير صعب، كتير. يعني هلأ كنت عم قلك لما رجعنا فتحنا المسابقة تانية سنة، بدل 200 اللي إجوا أول سنة إجينا 500 application. أو شيء هذا دليل قدي نجح البرنامج. البرنامج من أول سنة. ودليل تاني قدي أشخاص حابة تشارك وتعبر عن رأيها وتكسب مهارات. يعني نحنا كمان لما بنختار 30 شاب وصبية، مثل ما قلتي الاختيار بيكون كتير صعب، كتير دقيق، لأنه عن جد الطلبات اللي عم توصلنا عم يوصلنا من ناس كفؤين شغلين على الطلب اللي عم بيقدموه. بالطلب بيكون في فيديو بدهم يبعتوه، في أبحاث معينة حول المواضيع بدهم يكونوا عم يبعتوها، فمندقق كتير ومختصين بدققوا بيهو للطلبات تنكون عم نختار. وبعدين اخترنا 60 حدا بيوقفوا قدام لجنة حكم، لجنة حكم تختار 30 حدا، والاختيار جدا بيكون كتير صعب. يعني من بعد ما نختار 30 شاب وصبية ما بيطلعوا دغري على الهواء، يعني بيقطعوا بتدريبات، تدريب على كيفية الأبحاث، كيفية عمل الأبحاث، تدريب على الإيموشنال إنتليجنس، تدريب على الحوار، كيفية الحوار البناء،
الإصغاء للآخر اللي هو أهم شيء إنه نحن نوصل له هو الإصغاء للآخر، يعني تما يصير في تشنجات خلال الحوار مثل صحيح. ما بنشوف يعني على كل محطات بالبرامج السياسية للأسف مع الكبار 100%. فأنت إذا بدك توصلي جيل يكون عم يعطي رأيه وتعطيه مساحات إعلامية مثل هون صوت لبنان أو إن كان على تي في، بده يكون متمكن من كيفية الحوار على القليلة. وأكيد الأبحاث لأنه هي يعني كيفية يعملوا الأبحاث لأنه ما بيطلعوا على الهواء تبس يعطوا رأي، بيطلعوا بدهم يعطوا رأي بيست على أبحاث يكونوا بحث كامل وشامل أكيد 100%، أحصاءات أرقام كيف يطلعوا الخبر من مصادر موثوقة مش أي خبر يلاقوه يعني أنه ياخدوا فيه الفاكت تشيكينج. فبيتدربوا على كتير مواضيع قبل ما يتمكنوا يطلعوا على الهواء. بالمواسم السابقة كان في كتير من المواضيع، هل في مواضيع رح تتكرر بهذا الموسم حسيتوا أنه يمكن ما كانت شاملة وكاملة وكان ممكن أنه ترجع تنعاد؟ أوكي، رح أقلك المواضيع كيف بيتم اختيارها. يعني مواضيع بتكون مواضيع الساعة، مواضيع هي عم بيصير الجدل عليها بلبنان بالرأي العام. نعم. وكمان مواضيع بيختاروها الشباب والصبايا. يعني الشباب والصبايا عنا 30 شاب وصبي، كل حدا منهم بيقترح المواضيع اللي حابب يكون عم بيناقش فيها، عم يتناظر حواليها. نعم. ومنشوف آراءهم، منشوف أي أكتر موضوع هو موضوع الساعة ومنطرحه على الهواء وبيصير تناظر عليه. فإذا في موضوع قبل انطرح ممكن يرجع ينطرح، يعني تنشوف كل موضوع وقته إذا هلأ وقته أو لا. عرفت كيف؟ نعم. شو أكتر المواضيع يلي حسيتي أو حسيته كلجنة التحكيم كمان أنه عم تنطرح أو الشباب عبالهم يتناقشوا فيها؟ تعرفي موضوع تشريع الحشيش لأغراض طبية، هذا موضوع ما كان عم ينحكى فيه ولا كان عم ينطرح، بس الشباب كتير كانوا حابين انهم يطرحوا هيدا الموضوع. لأنه موضوع بيجيب، يعني تشريع الحشيش لأغراض طبية بيجيب موارد كتير مهمة للدولة إن كان اقتصاديا أو من كافة الجوانب يعني للدولة، وكمان بيساعد بأغراض طبية. هيدا الموضوع يلي حسيتي أنه في هيك يعني إجماع إذا فينا نقول، وكانوا حابين يطرحوا. نعم. ولما انطرح بمناظرة صار كتير عم يتداول بالمجتمع بالرأي العام، وفي من الشباب والصبايا اللي تناظروا حول هيدا الموضوع تقدموا من بعدها بقانون للمجلس النيابي، صاروا يتواصلوا أكتر مع النواب. يعني صار في عندهم من خلال الطرح اللي طرحوه والتناظر ببروغرام شو أقولك، صار عندهم مصداقية عند الرأي العام أو عند المعنيين. نعم. من نواب المشرعين، وصار هلأ كمان عم بيقوموا بمبادرة حول هالموضوع. يعني هيدا موضوع مش بس أثار الرأي العام، كمان أثار المشرعين اللي هن معنيين ومختصين بتشريع هيدا الموضوع. نعم. على أمل أكيد يتحسن كل شيء ببلدنا من قوانين، من أنظمة، من سياسات بإيدين الشباب والصبايا اللي هن جيل المستقبل وهن بدهم يقوموا بهيدا البلد، ويلي هن هالقد مندفعين. صحيح. يعني لما كانوا ضيوفنا بحلقات سابقة هيك بتلمسي عندهم اندفاع منه عادي، بتلمسي عندهم حب للحوار والنقاش بطريقة حضارية. حلو كتير انه هيدا الجيل الجديد يصير يفكر بهيدا الطريقة، يفكر انه انا بدي اعيش مع خي التاني، مع شريكي بهيدا المجتمع وبهيدا الوطن، بس بدنا نعيش بسلام وأمان ونطرح أفكارنا لو فيها اختلافات بس ما يكون فيها خلافات. 100%. Thank you باتريسيا للي عم بتقولي. يعني شباب والصبايا من مختلف المناطق اللبنانية، من مختلف الأحزاب، مختلف الأطياف، حتى بيختلفوا باللهجات، بيختلفوا. صحيح. بالآراء. صحيح. فلما قعدوا سوا مع بعض وأخذوا تدريبات وبيعدوا كذا يوم مع بعض بأوتيل، وقبل تحضير كل حلقة بيعدوا 3 أيام سوا بيحضروا سوا كمان بالأوتيل،
صار في ترابط بيناتهم مش طبيعي، وصار عم يقعد المنتمي لحزب فلان إكس ما حسم الأحزاب ولحزب إجراك عم يلتقوا مع بعض وشافوا إنه الخلاف مش حزبي أو الخلاف مش طائفي، الخلاف هو نحن بنختلف بالرأي بالآراء وليس خلاف 100%. يعني الموضوع اللي بيكونوا عم يتناظروا ضد بعض فيه بحلقة تانية بيكونوا عم يتناظروا مع بعض بموضوع تاني، يعني ضد حدا تاني بموضوع تاني 100% مختلف. بيلتقوا بموضوع بيختلفوا بموضوع، فهيدا اختلاف آراء، وهذا الشيء فاجئهم وعلمهم انه نحن مثلنا مثل بعض، ابن الجنوب مثل ابن عكار، نحن كلنا مثل بعض، نحن بنختلف بالاراء، كل حدا بيشوف من وجهه نظر مختلفه. صحيح. ما في شيء بيفرقنا ان كان سياسه او طائفه او منطقه. هيدا اكبر دليل انه الحوار هو يعني اثبت انه الطريقه الوحيده لحتى نحل كل شيء بيناتنا ونقدر نبني مجتمع افضل. صحيح. بدي انتقل انا وياك لنحكي عن مواضيع السنه، عن مواضيع اول اسبوع ايضا. شو هن المواضيع المقترحه لهذا الموسم؟ هلا نحن عم نقطع بحرب. نعم. والحرب منا debatable، ما حدا في يقول انا مع انا ضد، ما حدا كان اصلا بده يصير عنده. صحيح. حرب، ولا حدا يعني مبسوط او سعيد بالشي اللي عم بيصير طبعا. بس اقترحوا موضوع المطار، وجود مطار تاني، لانه بهيدي الظروف، لانه احنا بظرف حرب كتير هلا عم ينحكى بالمجتمع بالرأي العام بوجود مطار تاني، انه لو في مطار تاني يمكن كان أأمن، كان أسهل على كل اللي كانوا بدهم نقدر نروح نجي. عم يحكوا بتفعيل مطار القليعات. صحيح. ففي ناس مع وفي ناس ضد. هيدا رأي المجتمع. ليش اختيار هيدا الموضوع بالتحديد؟ لأنه هلأ وقته وهلأ كتير انحكى بهيدا الموضوع. 100%. أو كان مقرر هيدا الشيء سابقا؟ هلأ وقته وهلأ انحكى فيه، والشباب والصبايا كمان كانوا مقترحينه لهيدا الموضوع 100%، وحبوا يتناظروا عليه. وموضوع جدلي بمطرح حساس وبمطرح يعني هو للديبات، يعني بيتناقش عليه، عارف لازم ينطرح، لازم يصير هيدا النقاش عليه طبعاً. لازم العالم تعرف شو بده ويتوضح للموضوع أكتر بمناظرة، لما الشباب والصبايا بيعطوك أحصاءات بيعطوك أرقام بيعطوك أبحاث، بتصير تعرفي عن شو فعلا الموضوع بيحكي. صحيح. وشو بيتناول، مش بس وجود مطار تاني. طب وجود مطار تاني في عنده كتير تداعيات إن كان على صعيد إيجابية أكيد طبعاً، وممكن تكون سلبية. نعم. حينطرح كل شيء ويتناقش كل شيء، بيصير المواطن أو المشاهد يعرف كل شيء حول هذا الموضوع ويقرر. وهو أهمية المناظرة إنه تقنع الجمهور أو تقنع الطرف الآخر. صحيح. فنحن بيكون خلال حلقة شو أقولك، بداية الحلقة قبل ما تبلش الحلقة بيكون في تصويت للجمهور، بنطلب من الجمهور يصوت إذا هو مع أو ضد وجود مطار تاني. هذا يلي كنت بدي أسألك إياه، ليش التصويت بيصير ببداية الحلقة ومش بآخرها، حتى يمكن آراء المتناظرين ما يأثروا على آراء الجمهور؟ هو بيصير ولا لازم يكون العكس؟ ببدايتها وبآخرها. بيصير بالآخر مرتين. أوكي. فمنشوف نحن رأي الجمهور قبل ما إذا تغير. صحيح 100%. أوكي. قبل ما المشتركين يطرحوا الموضوع أو يتناظروا عليه، منشوف هنا مع أو ضد، منلاقي 40-60 30-70. بعد ما يصير الديبيت دائما بيتغير رأي الجمهور. طبعا ناس بتصوت لأنه بعد ما عرفوا الموضوع أكتر من كل جوانبه الاقتصادية السياسية الاجتماعية من كل تداعياته، بيصيروا هن يعرفوا يقرروا شو بدون، أو تنقول مين الفريق اللي كان أشطر قدر يقنعهم أكتر كمان. صحيح. وهون كمان دليل جديد قديش هالشباب عم بحضروا، قديش عم يبحثوا، قديش عم بحضروا، قديش عم بفوتوا بكل تفاصيل وتداعيات يعني المواضيع على اختلافها. صحيح 100%. لأنه بدك تطلع تعطي رأيك، بس بدك تقدر تقنع في الطرف الآخر، بده يكون عندك معطيات حقيقية واقعية فاكت تقدر تقولها، مش بس أنا عطيت رأيي، مش بس عاطفية 100%. لأنه كتير أوقات نحن بناخد قراراتنا بتكون عاطفية. صحيح صحيح. وللأسف هي الآراء العاطفية هي اللي
هي اللي عم بيأثروا فيه علينا إن كان السياسيين أو الزعماء، عم بيأثروا علينا بالآراء العاطفة. نعم. ما بتلاقي عن جد موضوع معالج بكل جوانبه علميا. علميا. هيدا رح يكون أول موضوع للحلقة يلي رح تطلع نهار الجمعة. وين فينا نشوفه؟ أوكي، الحلقة أكيد رح تطلع نهار الجمعة. نعم. على الساعة 9:30 على صوت لبنان. نعم. رح تنعرض كمان على VDTL صوت كل لبنان. نعم. ورح تنعرض كمان على الجديد، ورح تنعرض على قناة الجديد. نعم. 100%. طيب، أول موضوع كان موضوع المطار، المواضيع اللاحقة شو رح تكون؟ أوكي، هلأ في موضوع كتير كمان عم ينحكى عنه والشباب والصبايا هن حبين يطرحوا، موضوع التجنيد الإجباري. فبركة هيدا بيكون موضوع تاني حلقة. هلأ كمان طرحوا كتير مواضيع، بس ما فينا نقررهم من هلأ، نقرر كل مواضيع السيزن. بدنا نشوف كل موضوع ووقته. نحن هلا بايام كل يوم عم بيصير عنا احداث جديده، عايشين كل يوم بيوم حلو، كل يوم في تغيرات طبعاً. فبدنا نشوف الاولويه شو لاي موضوع. فموضوع التجنيد الاجباري على الاغلب رح يكون تاني حلقه، وبرجع بقول لك من هلا لتاني حلقه كمان تنشوف اذا بيتغير شيء او لا. بس كمان هيدا موضوع كتير قوي عم ينحكى فيه بظل كمان الحرب يعني، والشباب والصبايا حابين يحكوا فيه، حابين يتناقشوا عليه، وتنشوف مين بيقنع اكثر. قديش هون دور الصبايا بهيدا الموضوع رح يكون مهم، لانه التجنيد هو للشباب ونحن بنعرف هيدا الشيء. قديش هون دور النساء او الفتيات وخاصه بهيدا العمر يعني من 18 وطلوع، انها تقدر تكون عم تعطي رايها بموضوع بيتعلق بالرجل؟ هلا ما بعرف اذا كمان بدهم يحكوا انه يطالبوا كمان بالتجنيد للنساء. ما بعرف بيرجع لهم مثل ما كانوا عم بيطالبوا قبل بانه يكون النساء تستلم مراكز بالدوله، ان كان بالجيش او بالدرك. ما بعرف اذا رح يكونوا كمان عم بيطالبوا يعني الموضوع لهم، تنشوف كيف رح يناقشوا بس هلا اكيد النساء رح يكونوا عم يعطوا رايهم. يعني في شباب وصبايا بيشوفوا انه هيدا التجنيد الاجباري هو بيزيد المواطنه وحس المواطنه عند الشباب، فكمان بيكونوا عم يعطوا رايهم اذا هل فعلا هو بيزيد حس المواطنه او لا، هل هو بيساعد انه الدوله تقوى بجيشها او لا، ما بيساعد هالشي يعني. من هول الجوانب رح يكونوا عم يطرحوا. جميلة، في كتير مواضيع يمكن الشباب بيفكروا فيها. هل لجنة التحكيم لما بيتم اختيار المواضيع في مواضيع بتقول لا هيدا المواضيع ما رح نتناولها هلأ، أو هي بتقترح عليهم أيضا مواضيع أخرى؟ هل في مواضيع بتقولوا لا ما بدنا نناقشها حاليا؟ أوكي، رح أقلك. هي 30 شاب وصبية عنا، بس كل حدا منهم لما نقولهم بليز اقترحوا مواضيع نكون عم نسيرها خلال الحلقات، بيوصلنا يمكن شي 300 موضوع. نحنا منختار منهم، منختار الأقرب للواقع اللي عم نعيشه. هلا يمكن تختاروا المواضيع يلي بيجمع عليها أكتر من شخص، يعني بتكون مطروحة أكتر من 100% بيكون مطروحة أكتر من مرة. منشوف كتير حابين إنهم يكونوا عم بيناقشوها، يمكن صحيح. موضوع يعني كذا موضوع إنه شخص مقترحهم، أو موضوع مثلا نلاقي عليه 15 حدا حابين إنه ينحكى فيه، خلص يعني حتى هيدا بيكون أكيد، هيدا بيكون أكيد. لأنه كتير مهم يتناظروا على أشياء بتعنيهم، هي بتخصهم بتمسهم طبعاً. وهل في شي مواضيع بتقولوا لا هيدا الموضوع هلأ ما بدنا نناقشه كلياً لو الشباب أجمعوا عليه؟ تعرفي ما صارت هلأ، ما صارت. إذا يعني أجمعوا عليه كلهم لا منسيره، لأنه منشوف أنه بيعنيهم أو بمسهم. بس أنه أكيد قطع مواضيع أنه هلأ مش وقتها، أو مواضيع يمكن أنه نحكى فيها كتير، مثل فترة قصة التيك توك. صار في على تيك توك
خطف للأطفال عبر تيك توك أو تحرش بالأطفال. تحرش للأطفال عبر تيك توك. الإعلام كله حكى بالموضوع. فنحن حسينا إذا طرحنا الموضوع ما رح نكون عم نزيد. مهم نحن كمان نكون عم نزيد يعني المشاهد أو المتابع اللي ما بيعرف بالموضوع. نحن نفرجي الموضوع من كل جوانبه. فقصة تحرش الأطفال عبر تيك توك نحكى فيه بكل الوسائل الإعلامية من كل جوانبه. طب نحن إذا طرحنا بمناظرة شو منكون عم نزيد أو عم نضيف للمشاهد؟ بس نحن كل فترة بهيدا بهول المواضيع بحاجة لحلقات توعوية يعني، لأنه للأسف هالتليفون بإيد الأطفال والمراهقين صحيح. والمراهقات صحيح. ونحن بحاجة لحلقات توعوية دائما بهيدا يعني الإطار. التليفون عم بيكون بايد الاطفال اكثر من الكبار بالعمر صحيح. يعني صحيح. اكثر من الاهل. فايه بس وقتها قلنا انه كان في موضوع صاير وقتها ابدا، قلنا هيدا ابدا من موضوع تيك توك لانه اوريدي كثير انحكى. هيك يعني وقتها هيدا الموضوع الوحيد اللي قلنا انه يمكن خلص يمكن انه إيه؟ يتأجل يمكن يتأجل مش انه يتلغى. هلا اكيد بس رجعنا حكينا عن موضوع خصو الاعلام، يعني ما حكينا بس عن التيك توك، حكينا عن موضوع اشمل بيتعلق بالاعلام وتناولنا فيه التيك توك. يعني ما تجاهلتوا الموضوع أكيد. ولكن أخذتوا من جوانب أخرى من جوانب لحتى أخرى. تكونوا عم بتغطوا على كل التفاصيل. جميلة. يعني نحن ناطرين الحلقات الجاية، أكيد الشباب تباعا رح يكونوا معنا أكيد. بحلقات لنحكي عن كل موضوع بموضوعه. بدي لكم يعطيكم ألف عافية على كل المجهود يلي عم بتقوموا فيه. الفكرة حلوة كتير ومؤثرة بجيل الشباب وفينا نحن كمان يلي عم نحضر، وأكبر دليل هو نجاح البرنامج. بدي أتمنى لكم كل التوفيق. Thank you باتريسيا. وعن جد الشباب والصبايا بس يطلعوا بالبرنامج بيكونوا قدام حماسين يرجعوا يطلعوا لهون معكم ويحكوا، لأنه البرنامج وقته ساعة وهن بيكونوا صار لهم أسبوع عم بيحضروا للحلقة، بدهم يحكوا بعد بيلاقوا الوقت ضيق. فبس يرجعوا يطلعوا معكم بانترفيوز بيرجعوا بيفتحوا الديبيت هون، وأنت أكتر حدا بيعرف يعني صحيح. أكتر حدا كان متابعهم صحيح. فكمان هيدا المنبر عم بيكونوا عم بيناقشوا فيه وعم بيكونوا عم يتناظروا هون، يكملوا الديبيت هون ويرجعوا يفتحوا الحوار بين بعض هون. فدا قال عطول بتفتحولن يعني هيدا المنبر كمان تيكونوا عم بيوصلوا رأيهم. Thank you لألك باتريسيا ولفدا قال. والهدف دايما نبني جيل أفضل لحتى يكون مستقبلنا أفضل. أنا بدي أشكركم كتير لكم، يعطيكم ألف عافية، ونحن طبعا ناطرين مشاركين. شكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا، خليكم معنا دايما عبر هوا صوت لبنان.